موضوع الانهيرتنس والوراثه في الاوبجكت اورينتد انا بعتبر من اول انهيرتنس الاوبجكت اورينتد يعني خلاص، بس ما نقدرش نخالف لان هو فعلا ده كله تنسيق. الانهيرتنس خلاص، الانهيرتنس من المواضيع المهمه جدا جدا في الكود بتاع الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج في المفهوم العام اللي احنا اتكلمنا عليه عمليه تنظيميه للاكواد، لكتابه الاكواد صح؟ بنرص كده حاجات جوه بروبرتي جوه ميثود جوه مش عارف ايه، لكن اسمها يعني ما تعتبرش اكواد، عمليه تنظيميه. الفكره الاساسيه للتنظيم ده انك ما تعيدش حاجه كتبتها، اسمع معايا. ما تعيدش حاجه كتبتها ونمنع التكرار في الاكواد، وبقى في ميثودز لو في حاجه متكرره نادي عليها تاني، ولو في مش عارف ايه ونظم نفسي قدر المستطاع. فمن ضمن اهم واكبر المفاهيم اللي بتلخص وبتختصر كتير مفهوم اسمه انهيرتنس. على فكره هتكلم عليه كتير وشابتر طويل وكل حاجه، مع ان على فكره الاكواد بتاعته ما فيش اكواد، الاكواد بتاعته نقطتين فوق بعض، هو ده اول عن اخر نقطتين فوق بعض، بس المهم تفهموا يعني الفيلم بتاعه كتير، وهو في الاخر كتابه هم نقطتين فوق بعض مش اكتر من كده، بس المهم تفهموا بيعمل ايه. بيتكلم معايا في الليسن اوفر فيو، بيقول لازم تفهموا الكونسبتس المفاهيم يعني الاسوشيتد وذ الانيرتنس، المفاهيم المرتبطه ومتعلقه بموضوع الوراثه ده خلاص. فبيقول ان احنا لازم نعرف حاجه اسمها از ا، دي علاقه اسمها از ا، دي علاقه اسمها از ايه؟ از ا، وازاي تكريت الكلاس هيراركيز. هيراركيز يعني شكل الهرمي بتاع الكلاسز خلاص، ثرو انهيرتنس من خلال عمليه الانهيرتنس. فبيقول لك الجايدنج كويشنز، هاو كان ا كلاس بي يعني دريفد او انهيرتد، معناها ان في كلاس اساسي وفي كلاس ابن لي. الكلاس الاساسي والابن لي، ساعات بنسمي الابن ده اللي هو الصن يعني بتاعه، ممكن نسميه بنسميه ايه؟ بنسميه نعم، ممكن نسميه ممكن عايز تقول ده سوبر كلاس وده سب كلاس، ممكن نسميه كده، ممكن نسمي الاساسي السوبر واللي تحتيه سب منه، ممكن نقول عليه كلاس مشتق من الكلاس الرئيسي، ممكن برضه خلاص دي معنى الكلمه. وساعات بنسميه البيس كلاس، البيس ايه؟ كلاس، يبقى البيس كلاس الاساسي الرئيسي والتاني مشتق ايه؟ مشتق منه خلاص. عايزين نفهم العمليه بتتعمل ازاي. بيقول لي هاو كان ا جروب اوف كلاسز، ازاي مجموعه من الكلاسز بي ريليتد متربطه مع بعضيها من خلال حاجه اسمها انهيرتنس هيراركي، اللي هي البنيه الاساسيه الخاصه بالوراثه. بمعنى احنا كنا عاملين كلاس اسمه ستيرنج خلاص كده، حد زعلان؟ حد زعلان اهو. ممكن اعمل كلاس تحتيه اصغر منه ازاي؟ هديك مثال واضح جدا. وليكن احنا عندنا مثلا في مكان زي ده في موظفين، في مدرسين، معيدين، دكاتره، في طلبه، ده مكان خلاص كده. فانا ممكن الاقي ان في حاجات مشتركه ما بينهم كلهم، فاعمل كلاس اسمه هيومن الانسان خلاص، او بيرسون شخص، واقول ان ليه اي دي وليه اسم وليه تاريخ ميلاد وليه مش عارف ايه. هتلاقي ان كل الاشخاص اللي موجودين في السيستم بتاعك دول الحاجات دي كلها مشتركه صح ولا لا؟ في بعض العمليات مشتركه، في بعض العمليات مشتركه، مثلا عمليه الحضور، العمليه هيقول لهم حضور، المطلوب ليه حضور، والستاف ليه حضور، والموظفين لهم حضور، كله ليه حضور خلاص كده. هي في حاجات مشتركه، فانا ممكن اعمل كلاس اسمه بيرسون واحط في الحاجات المشتركه دي خلاص كده. واجي من تحتيه اعمل كلاس جديد اسمه مثلا، اسمه مثلا ستيرنج. كلاس الستيرنج ده مفترض ان هو يبقى مكون من كل الحاجات اللي موجوده في الكلاس اللي اسمه بيرسون صح؟ انا مش عايز اكوبي الكود ثاني ولا اكتبه ثاني، ده هو كده كده موجود. فيقول لك ايه؟ خلي الستيرنج ينهرت من مين؟ انهرت من البيس كلاس او السوبر كلاس اللي اسمه بيرسون. وفي حاله ان انا اقول ان الستيرنج ده هو وارث من البيرسون خلاص، اكن كل الاكواد اللي كانت موجوده جوه البيرسون بقت متاحه جوه مين؟ جوه الستيرنج من غير ما تكتبها.
بس قول لي بس ان دوت وارث من ده خلاص انتهت القضيه. حد فاهم حاجه؟ خلاص يبقى كده كل الاكواد العامه المكتوبه جوه كلاس ممكن كلاس تاني لما اقول له انت وارث من ده خلاص اكن الاكواد دي مكتوبه هنا تاني برضه بس بدون تكرار. لو عدلت اي حاجه في البيس كلاس الرئيسي اوتوماتيك بقت مسمعه عندي في كل الكلاسات الايه الكلاسز اللي تحت. فهل ممكن انا اورث من كلاس فوقيه ويجي حد كلاس تاني يورث مني؟ ففي الحاله دي يبقى ورث مني انا كل اللي موجود في اللي انا وارث منه ومني انا كمان. حد فيهم حاجه؟ هي دي بقى الهيراركي بقى، دي هي العمليه الايه الهرميه، ان في كلاس وارث من كلاس الاولاني من كلاس رقم، يعني في عندي كلاس واحد وكلاس اثنين وكلاس ثلاثه، كلاس ثلاثه وارث من كلاس اثنين، كلاس اثنين وارث من كلاس واحد، فاتت كل الامكانيات الموجوده في كلاس واحد وفي كلاس اثنين موجوده في كلاس حتى لو كان كلاس ثلاثه فاضي. خلاص؟ بس ازاي بقى تتنظم العمليه دي؟ دي قصه. خلاص؟ انا ممكن انا عندي ميثود اسمها يجري وفوق اللي انا وارث منه عنده ميثود اسمها يجري، او مثلا عندي انا عندي مثلا ميثود اسمها العصبيه ووالدك اللي انت وارث منه عنده برضه عصبيه. مش شرط كمان ان يكون انت وارث الميثود بتعملها بنفس الطريقه اللي معموله عند الاب. شرط. طب بقى اللي هيجي يورث مني بقى يا ترى يورث الطريقه بتاعتك انت ولا الطريقه بتاعت اللي انت وارث منه؟ والحيثيات هي دي بقى العمليه بتاعت الانيرتنس، مش بس مجرد ان انا اورث كل فوقيه وخلاص، فانا عايز اورث من حاجه اللي فوقيه اغير فيها شويه تبقى عامله ازاي؟ هو ده الموضوع بتاع الايه؟ الانيرتنس ودي الهيراركي. اما بالنسبه لي حاجه اسمها الكلاس دايجرام، فبنقول ان كل كلاس بيليه رسم، يعني كلاس احنا عملناه اللي اسمه السيرنت بتاع، هنرجع كده ليه؟ كلاس السيرنت ده ممكن تعمل عليه كليك يمين كده وتقول له انا عاوز اشوف الكلاس دايجرام بتاعه. هقول له فيو كول هيراركي، بس مفيش ليه هيراركي اصلا، هو مش ماشي. ممكن اروح على السوليوشن اكسبلورر الاقي مجموعه من حاجات كده، مجموعه حاجات وشاشات وكلام من ده، ومن ضمنهم الكلاس اللي اسمه ايه؟ السيرنت. اقف على كليك يمين كده على السيرنت واقول له فيو كلاس دياجرام، يعني وريني الرسمه اللي بتعبر عن الكود اللي احنا عكناه، وريني الرسمه اللي بتعبر عن الكود اللي احنا عكناه. عملت كده كليك على فيو كلاس دياجرام فبيطلع لي ادي رسمه ايه اسمها ستودنت، ده كلاس في فيلدز الاي دي والنيم، في بروبرتي اسمها اي دي، في ميثود دي ديستراكتور معروفه هتلاقي ليها ايقونه كده عليها شكل غريب شويه، وفي سي هالو وسي هالو مكتوب جنبها كده بلس 1 اوفرلود، يعني في اكتر من طريقه اكتر من اوفرلود، وفي سيت نيم وفي ستودنت سيون ده كونستراكتور طبعا، في سيت نيم وفي سي هالو منها اثنين، في ديستراكتور وفي كونستراكتور، صح كده؟ كلام جميل. دي رسمه بتعبر عن الكلاس. فبيقول لك احنا ممكن نشتغل باساليب مخالفه، ممكن نرسم وهو يطلع لنا الكود، او احنا ممكن نكتب الكود زي ما احنا اتعلمنا وهو يطلع لنا الايه؟ الرسم. طبعا الافضل ايه؟ نرسم وهو يطلع لنا الكود، مش عشان احنا ضعاف، لا، عشان الرسم هو بيعتمد على ان انت فكرت هتعمل ايه؟ حاول تخلي مخك يسبق ايديك. ما تخليش ايديك هي اللي تسبق مخك. مش على طول، لا مش مهم عليك، حاول تفكر بس الاول هترسمها ازاي وهتعمل ايه؟ خلاص؟ حلو كده؟ فلو جينا بصينا هنا بيكلمني بيقول لي على سبيل المثال ممكن يبقى في عندي كلاس اسمه انيمال. خلاص؟ وعندي كلاس اسمه فيش. فطبيعي الفيش هنا بتورث من مين؟ من الانيمال، فاهمين الفكره؟ طبعا احنا ممكن نعمل حاجات زي كده كتير. طبعا هو بيقول لك هنا حاول ترتب لي دول، جيب لك شويه كلاسز ثانيه، ثدييات، مش عارف قطط، كلاب، مش عارف ايه، كل مش عارف ليه قلبت معاك كده. المهم المفروض تقول مين الاساسي ومين بيورث من مين. انا مش هتكلم عليه دلوقتي، لكن هو بيقول لك السوليوشن بتاعه ان هو بدا يقسم ال اللي فيه رئيسي وفي واحد وارث منه، في واحد وارث من واحد، دي اللي هنركز احنا نتكلم عليها. تعال نبص على سبيل المثال، الدوج هنا اتقسم تحت الكلاس اللي اسمه مامل اللي هو الثدييات، والكلاس ده اصلا طالع من الكلاس اللي اسمه ايه؟ انيمال، وفي كلاس ثاني وارث من كلاس ثاني، دي هنركز اللي هو بيتكلم عليها. خلاص؟ فبنبدا نقول احنا هنا ايه بقى؟ فعشان اقدر اقول دي وارثه من دي بننطقها بنقول امامل از ا انيمال، ده هو ده. او اقدر اقول ايه؟ الدوج از A mammal أو أقول الكات إز A mammal، معناه إن ده ابن وده وارث إيه؟ وارث منه. خلاص كده؟ فدي علاقة الريليشن شيبس. قبل ما أخش على المصطلحات، مش هخش عليها دلوقتي،
لان الوقت قد قزح خلاص. فانا هعمل مثلا كلاس تاني ما اي اسم يورث بس من الكلاس اللي اسمه ايه السيوري. وممكن تروح على التول بوكس كده وتنزل ايه كلاس كده يعمل لك ملف كلاس، او زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت من بروجكت واد كلاس خلاص. قال لي سمي الكلاس ده سموه لك ايه؟ قلت له سميه كلاس واحد. ماشي سميه دلوقتي كلاس واحد مش هيفرق معايا، بس المهم ان انا عايز اقول ان كلاس واحد ده عايزه يورث من السيوري. تعملها ازاي؟ بجيب كده شايفين السهم بتاع الانهيرتنس ده خلاص، وبقول له ان كلاس واحد ده ورث من مين؟ من السيوري. فبيطلع لي بالشكل اللي احنا كنا لسه شايفينه مرسوم دلوقتي يدوي. ده والله بيتعمل هنا، بيتعمل هنا. لا والجميل كمان ان كلاس واحد ده خلاص بقى فيه اكواد مكتوبه، بدل لو دخلت دبل كليك عليه كده عمل لك هذا الكلاس اللي اسمه كلاس واحد. سيبك من نيم سبيس وسيبك من يوزنج اللي احنا مش رحناه صح؟ خلينا هنا بابليك كلاس اسمه كلاس 1، وجي بعديها قايل لك ده ايه؟ انا عامل لك كده نقطتين فوق بعض وكتب كلمه ستيورنت. معناها ايه بقى؟ كلاس واحد از ا ستيورنت، كلاس 1 از ا ستيورنت خلاص كده. لو حبيت تشتغل مع كلاس 1 هتلاقيه بقى كل حاجه موجوده جوه الستيورنت بقت موجوده جوه ايه؟ بس كده بالنقطتين دول، مع انه فاضي. لا ده مش فاضي، ده از ا ستيورنت بدليل اخر دراع عشان نمشي. لو جينا دخلنا على الزرار ده كده تحت الزرار اسمه سي هالو ده، وحبيت تعمل كده، حبيت تقول كلاس 1 وسميته سي بتساوي نيو كلاس 1، لو قلت سي هو المفروض ما فيهوش حاجه، لكن لو قلت دوت هتلاقي والله في اي دي وفي سي هالو وفي سيت نيم وكل حاجه موجوده، لان هو بس قلنا له انت از ا ستيورنت. دي كانت فكره بس نبذه بسيطه جدا عن الكلاس دايجرام، عن شكل الرسم كلاس دايجرام والريليشن شيبس ما بين الكلاسز وازاي الهيراركي بتاعت الايه؟ الانهيرتنس. بس لسه هنتكلم عن المفاهيم الخاصه بالانهيرتنس ونخش في تفاصيلها. يس زي ما بيسال سؤال جميل جدا، بيقول لك لو عدلنا اي حاجه دلوقتي في الستيرنت هتسمع على طول في الكلاس واحد اللي احنا عملناه. خلاص كده؟ بس السؤال بقى الغريب بقى، هل ينفع اعمل حاجه في الكلاس 1 تسمع في ال؟ هنعرف الحلقه الجايه.